وخويا ما وحشتيش. هو بيتكز، عارف، عارفين نفسيته حنضايقة، وبيطلع حرته كلها في التكيس. يعني هو ماشي بيتكز اللي يشوف بيسة صغيرة قاطع الشارع، ولع الفليشر وفحط وصار يأشر للناس لا حد يدعس البسة، وجري أخذها وحطها عنده في السيارة. قال دحين لو خليتها هنا يمكن تموت، خليني أخذها عندي في البيت. المهم حطها في كرتون وأخذها البيت معاه، ودخل على زوجته قال شايفة القردة؟ كان في زوجته استغربت، قالت له هذه بسة يا شيخ ما هي قردة. قام طال في زوجته تقول له أنا ما بتكلم معك، بتكلم مع البسة.